السلام عليكم. السلام السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة يعني المرأة، سمعت مؤخرا من المرأة وهي حائض لما تيجي تغتسل، مثلا لو اغتسلت العصر بتصلي الظهر مع العصر، ولو اغتسلت لا لا هذا كلام خطأ، بتصلي المغرب مع العشاء. لا لا هذا كلام خطأ ليس عليه دليل. نعم قال به البعض لكن ليس عليه مستند. المرأة التي تطهر مثلا الآن الساعة الخامسة الآن أو الخامسة إلا ربع، لا تصلي إلا العصر فقط، ليس هناك دليل ملزم لها بصلاة الظهر. والمرأة التي تطهر بعد العشاء ليس هناك دليل ملزم بأنها تصلي المغرب ولا العشاء مع العشاء، لما تصلي العشاء فقط. وقد كانت النسوة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يحضن في كل الأوقات، ولم يأمر النبي أي امرأة بأن تصلي فرضين. فهذا الرأي وإن قال به بعض العلماء لكني أراه خطأ محضا لعدم ورود أي دليل به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.